يقول السائل: عندما نزل المطر وجدنا بعض الناس يتزاحمون على مياه التي تنزل من الميزاب فوق الكعبة، فهل في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ لا نعلم في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر فإنه يخرج عليه الصلاة والسلام ويخرج رحلة ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. المطر ولو كان ما هو من سطح الكعبة، المطر نفسه ماء مبارك، ماء مبارك، فينبغي أن تحصر عن رأسك وتترك المطر ينزل عليك وعلى ثيابك، لأنه ماء مبارك. نعم.